كاميرتنا كانت موجودة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمطربة سعاد ماسي وفريق كايرو ستابس، ودلوقتي هنشوف مع بعض الأول مرة على شبكة تلفزيون الحياة لقاء خاص وحصري مع المطربة الجزائرية سعاد ماسي، واللي هنعرف منها هي آخر أخبارها وتجهيزاتها للحفلة، وكمانها بتجهز مفاجأة أغنية باللهجة المصري وتفاصيل تانية كتير هنشوفها في لقاءنا الخاص والحصري مع سعاد ماسي. بشتغل مع ناس كثير حريصين على الشغل المتقن، وهذا شيء جميل. فأنا من اللي جيت وإحنا نعمل بروفات يعني حتى نتعرف أكثر على بعض، وحتى نعطي كذلك يعني أغاني في المستوى. يعني أنا كإنسانة تلقائية أنا حابة يكون تعاون فني بطريقة تلقائية، لازم أنا أشوف يعني فنان أو فنانة وبنحكي مع بعض، وتكون عندنا ريل يعني حابين نشتغل مع بعض، مش حابة المنتج يحكي مع منتج حتى تخرج الأغنية جميلة وتعجب الناس. أولا الأخيرة أنا تعرفت على شعراء من عندكم من مصر، وإحنا عملنا أول حديث وحوار، وإن شاء الله إن شاء الله تخرج أغنية قريباً.